السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه نتاع جيجل لنقف على المشروع نتاع مقر ولايه تاع جيجل الجديد اللي راه قيد الاشغال واللي كان حابس لعده سنوات، الان يتم العوده الى الاشغال. وما بقاش على كل حال بزاف، لانه يعني المرحله تاع الهندسه المدنيه، كل هذه الاشغال الهندسه المدنيه انتهت. الان بقات قضيه التغليفات نتاع البنايه هو التجهيز نتاعها. اذا نخليكم تابعوا الفيديو حول المشروع نتاع مقر الولايه الجديد لمدينه جيجل، والسلام عليكم.